الجريمة صارت بوسط النهار، قتل صايغ بالبلد. فهذا الامر يعني سبب مضايقه بالنسبه للبلد، لاهل البلد كلياتها. فالجريمه صارت هو نتيجه سوء امني، ونحن نتمنى وطلباتنا كلياتها انه يتحسن الوضع الامني، وعلى اساسه تم الاضراب بالمحلات وبالشارع بالسوق العام. نحن مطالبنا ان شاء الله يعني انه يتحسن الواقع الامني بالبلد، ونحن الاضراب يعني مستمرين فيه اذا ما دام الوضع الامني سيء، فكل العالم معرض لهذا العمل الاجرامي هذا. فنحن نتمنى انه العمل الامني يتم الشغل عليه بشكل افضل واقوى ان شاء الله للبلد. ما بده غير انسان يحافظ على حاله ويحافظ على عياله ويحافظ على رزقه. يعني والله اليوم ما عاد نجرب نحن والله نطلع من يعني من بيوتنا، يعني هذا مو حل. يعني بدنا امان يا اخي، ما بدنا شيء، ما بدنا شي. بس بدنا امان، والله ما بدنا شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل يا اخي. نحن بسوق مدينه راس العين مثل ما انتم شايفين سكر المحلات، وعملنا اضراب نتيجة الجريمة صارت من يومين. طبعا الجريمة صارت سائق ذهب كان متوجه من عمله على المنزل على البيت، قدام بيته تعرض لمحاولة اغتيال بدم بارد الظهر الحمراء، طبعا الظهر على عينك يا تاجر قدام كل العالم، والمجرمين لاذوا بالفرار، ولحد الآن ما في تفاصيل واضحة أنه تم إلقاء القبض على المجرمين. طبعا نحن نتمنى من الجهات الأمنية أنه يضبط الوضع أكثر ويتم إلقاء القبض على المجرمين ومحاسبتهم. والله احنا يا اخي الجريمه المروعه صارت، هذا احجز السوق مسكر ونريد نشتري ما في اغراض، والجرائم تصير بهالبلد شيء ما صار. واليوم انشت للرجال هذا، بكره انشت الان انشت لابني، اريد الامن والامان واريد الاطمئنان للمسلمين لا اكثر ولا اقل. الاضراب العاملين من وراء الجرائم الصايره، كل نهار انشت الواحد، كل نهار انذبح واحد على شيء فاضي وشيء ما له اساس.